الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. ما تنسوا نشب لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية بيع خاتم ماس في المنام يعبر أن صاحب الرؤية يحب المغامرة في الحياة، والله أعلم. إذا رأى صاحب الرؤية أنه يبيع خاتم ماس في المنام يؤول أن صاحب الرؤية يتعلق بالماضي كثيرا، والله أعلم. رؤية شراء خاتم ماس في المنام يؤول عن الخير والرزق الواسع لقادم لصاحب الرؤية، والله أعلم. لبس خاتم فضة في المنام يؤول على الزواج القادم لصاحب الرؤية، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تلبس خاتم فضة يعبر عن الرزق القادم لها في حياتها، والله أعلم. خاتم فضة رجالي في المنام يعبر عن زواج صاحب الرؤية من امرأة جميلة وحسناء، والله أعلم. رؤية لبس خاتم أصفر في المنام يؤول على المرض، والله أعلم. إذا رأى صاحب الرؤية أنه يلبس خاتم لونه أصفر يعبر عن الأمور الغير طيبة في حياته. رؤية الفتاة العزباء لبس خاتم ذهب أصفر يؤول على فقدان المال لها، والله أعلم. إذا رأى صاحب الرؤية أن الميت يعطيه خاتم في المنام دليل على الرزق القادم له، والله أعلم. كما يدل رؤية الميت يعطي خاتم لصاحب الرؤية في المنام دليل على البركة في حياته. رؤية الفتاة العزباء الميت يعطيها خاتم ربما يؤول على الأمور الغير طيبة، والله أعلى وأعلم. خاتم ماس أزرق في المنام يؤول عن الخير القادم لصاحب الرؤية. إذا رأت الفتاة العزباء خاتم ماس في المنام يعبر عن الزواج لها، والله أعلم. رؤية الخاتم الماس الأزرق ربما يؤول على الترقية في العمل لمنزلة رفيعة، والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة الخاتم الماس الأزرق يدل على الشأن الكبير لها في الحياة، والله أعلم. رؤية سبيكة ذهب في المنام ربما يؤول على الأزمات في الحياة. إذا رأى الحالم سبائك الذهب في المنام يؤول على الحزن، والله أعلم. رؤية المرأة المتزوجة سبائك الذهب يدل على المشاكل في الحياة، كما تدل رؤية سبائك الذهب على الأخبار الغير جيدة، والله أعلم. لبس خاتم الماس في المنام يدل على الخير القادم لصاحب الرؤية. رؤية الحالم لبس خاتم الماس يعبر عن الطموح في الحياة. رؤية الفتاة العزباء أنها تلبس خاتم الماس يؤول على تحقيق الأهداف في الحياة. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.